متابع عالم الصباح مع التمثيل والأعمال المسرحية، مسرحية البيت رح ناخذ تفاصيل عنها أكثر مع ضيوفنا. بدي رحب بالمخرجة كارولين حاتم، صباح الخير. صباح والممثل طارق يعقوب، كمان أهلا وسهلا فيك معنا بعالم الصباح. رح نبلش من عندك. مسرحية البيت هيئتها إلى زمان، صحيح؟ مضبوط، بلشت بأفان بريمير بمكان بديل. عوقتها صار مثل أزمة بالمسرح اللبناني، سكر مسرح مونو ليعيدوا تأهيله. اوكي، بقى صار عندنا بس مسرحين ثلاثة ببيروت. بعدين مسرح مونو بال 2018 وعم نعيد هلا بمسرح بيريت بشهر تشرين الثاني، بس كمان بتياترو بردان بعد جمعة أربعة الجاي 31. والاهم انه عم نبرم كل لبنان. أوكي. هذا الحلو كثير بقصه المسرحيه، حطيناها كلها للمسرحيه بس ما نعرف قصتها. بيت مين؟ بيت ثلاث اخوه هلا، لانه الاهل توفوا. نحن نهار 40 الام وبيجتمعوا دونك الاخت الكبيره اللي ما تجوزت بقيت مع امها للاخير، الاخت الصغيره اللي هربت من 10 سنين هربت من جو البيت ومن امها، والخي اللي هرب على طريقته لانه تجوز، دونك راح من مره لمره كمان. الله يساعده. خبرينا شوي، القصه مقتبسه من شو؟ نص مين؟ كل هدول دونك البيت هي مسرحيه لكاتبه لبنانيه اسمها أرز خضر، كتبتها باطار ورشه عمل نظمتها الرويال كورت. دونك حبيت تكتب مسرحيه بتتبع قوانين المسرح التقليدية، يعني قصة مش يعني واقعية. أوكي. مع بيرسوناج واضحين بيتطوروا مع درام سيكولوجيك وكمان فيها ضحك. أرزي بنت عندها روح الفكاهة كتير قوي، دونك كتبتها من 10 سنين وما حدا بعد كان أخرجها بلبنان. تم إخراجها بألمانيا سيغ دو سيزون، يعني على موسمين مثلوها بألمانيا وبرمت كقراءات مسرحة بكل العالم، وما كان حدا يهتم باخراجها بلبنان. دونك كثير انبسطت انا الاقي نص محلي بيحكي عن قصصنا نحن، لانه تكفي عن مسرحيه البيت هي مش بس بون ثلاث اخوه بالثلاثينات اربعينات، بس كمان عن تقل التراث وتقل العائله على كتافهم. التقاليد واكيد كل واحد بيتعامل مع التقاليد بطريقه مختلفه، دونك هون هن بصيروا يختلفوا بين بعضهم وورثوا هالبيت العريق القديم اللي بنص بيروت. وهي مش قصه بيت وشو بدنا نعمل بالبيت قد ما هي قصه تمرد، قد ايه واحد بيتمرد، قد ايه واحد بجرب يهرب بيرجع، الذنب بيرجعه، وكيف الشاب اللبناني بيتعامل مع هالثقل هيدا. عظيم. الاخ انت، هو انت الاخ؟ انا الخي نبيل، هو نبيل خوري الصغير بالعائله بس ببين الوسط، لانه بين الاختين موجودين وحده كثير متعلقه بالتراث والتقاليد والثانيه متمرده، فهو بيجي دائما بيوقف بالنص بيناتهم ليجرب يهديهم. اوكي. هرب اذا بدك مثل ما قالت المخرجه بطريقه انه يتزوج ليفل من البيت ليهرب من شيء، بس موت الام وموت الاهل بيرجع بيخليهم يعلقوا مع بعض الاخوه وهو بيوقف بالنص. اوكي. يعني كنت عم بسمع انا لانه الشيء ما تاخذوني بدينتي، فاذا رح اضطر اني اشيلها لحتى اقدر اني اسمعكم. فاذا هذا التمثيل يلي عم بيصير اليوم بدي اعرف عنك انت اكثر، يعني هيدي المسرحيه هي باي اطار، باي ادوار انت عاده بتاخذها بالمسرح؟ نحكي شوي عنك قبل ما نكمل. هذا اذا بدك ثالث عرض مسرحي لإلي على جمهور عريض. عرضين سابقين ما كانوا كثير معروفين، بس انا بشتغل اكثر تلفزيون وسينما، شاغل فيلم كثير كبير وكذا مسلسل لبناني، وهلا عندي مسلسل خلصناه اسمه اويك. والمسرح قديش بس هالقد اخذ حيز صغير؟ المسرح هو اذا بدك باشن، ما كنت اقدر كب حالي وين ما كان على المسرح لحد ما توثقي بشخص تقدر تشتغلي معه مثل كبيت حالك. بس هون على الاخر يعني قالك ما هذيك السنه كبيت حالك عنده، لانه اذا بدك البيت كموضوع لازم ينطرح وين ما كان، ولأن رح تبرم بكل لبنان هذا كان شيء كثير بشجعني لإلي، لانه الموضوع بعتقد خصوصا خلاني اتعرف على شخص موجود عندنا بالعائله بيشبه كثير ناديه، هي الاخت الكبيره، وافهمه من غير اطار.
يمكن اخذتني وقت كثير لافهم، 35 سنه لافهم هذا الشخص من وراء كتابه كارزي. يعني المسرحيه بتحمل كثير عن المجتمع اللبناني، وبعتقد بكل بيت في ناديه يعني. وهذا شيء بخليني اقول انه لحظه في بعد ثاني للمسرح ما كنت عارفه يمكن. عظيم. ليش بدنا نبرم يعني، ليش هالقد التمسك انه هالمسرحيه تبرم بلبنان كله؟ كثير لانه هي اهميه المسرح، كثير بشوف مهم انه لبنان كله يشوف مسرح، ومش لانه الواحد عايش بطرابلس بالكوره بجزين تنورين ما لازم يحضر مسرح، والتلفزيون باردون يعني بس اخذت كثير محل، بينما المسرح عنده شعر لانه بفت له يمكن وقت تفكير اكثر وتمرين اكثر وكتابه ونص وتمثيل وناس حقيقية على المسرح. دونك بدي ما فينا نعمل مونتاج ونشيل ونقطع ونعمل نرجع على عن جديد انا معيد ضد المونتاج ايه؟ بس لا هيدي الصعوبة اللي عم بقولها انه لايف هيدي القصة. دونك بدي احيي الممثلتين اللي هن يارا ابو حيدر وجيسي خليل اللي هن على الخشبة مع نبيل مع طارق يعقوب، ودونك الواحد يشوف هالثلاث ممثلين عم بيمثلوا هيدي تجربة، بيقولوا تجربة المسرح كجمهور يروح يغرق ومنه موجود بيناته، مش مثل وقت الواحد يكون مع عائلته، دونك هو برا وجوا بنفس الوقت، عم بيعيش اللي عم بيعيشوه، عم بيبكي معهم يضحك معهم. وبعدين يعني في شيء حلو بانه هي ظهرة المسرح، الواحد بيظهر ما هيك؟ ايه اكيد. بس اول ما يروح على مطعم عم بيظهر يعيش شيء كثير معين. دونك انا حبيت كثير عم تصل بالبلديات والبلديات والمدن والضياع كثير مشتاقين وعطشانين يعيشوا انه يوصل لعندهم يوصل لعندهم يعني المسرح، لانه المسرح كثير كثير حلو. بدنا نحكي شوي اكثر عن، بحب انا دائما احط مع انه في نص يعني وارزي كاتبه بنص، بس لانه هالقد قصه من الحياه ومنعيشها كل يوم، قد في عندكم هال اذا بدك تطلعوا شوي عن النص المكتوب ويكون في بيناتكم انتم كممثلين يمكن ما فيك تطلع كثير عن النص المكتوب قد ما انه فيك تفضي من اللي عم تتحمليه من المجتمع ومن عائلتك بقلب النص، لانه النص عطينا اذا بدك مجال توضحي اللي هو الاعباء اللي بنلاقيهم كل يوم بقلب الحياه او بالبيت. بمحل تاني انا بشكر كمان كارولينا فوتت شيء صغير هيك بمقطع لالي ليكون دوره، لانه بالاصل نبيل اذا بدك مهمش، قلت لك ببين كانه هو خي الوسط بينما هو صغير لانه ما بينسمع زياده، فعندي مقطع صغير ببين قد ايه هذا العبء كمان موجود على الرجال اللي دائما بيكون موجود بمحيط هستيري نوعا ما. هستيري عجبتني كلمة بستعمل الكلمة بالمسرحية موجودة؟ نعم لهيك حطيتها بين هالقد بده يكون يعني شوقتونا انه نحضر المسرحية، لانه على ما يبدو يعني في الجو عم بيكون كثير حلو. من سنة الماضية للسنة تغير شيء؟ يعني التفاعل مع الناس بخليك تغيري بالاخراج بالنص بالنظرة بديكور بما بعرف؟ بقلك صراحة لا، نحن كثير عم نتنقل من مساحة لمساحة، دونك في هالشيء البراني، بس من جوا الأصل لا تقلك صراحة بحس المسرحية من الأول أخذت شكلها، ودور الممثلين هن هلا يكفوا فيها، يعني كأنه دوري أنا انتهى من أول نهار انعرضت. أنا إيه حسيت حالي مهمشة من أول نهار، حسيت دوري خلص. تصريح كثير خطير. لا لأنه عايشت لأنه تمرنا لمدة طويلة كمان، وكثير هن يعني عملوا ارتجالات وحطوا كثير من حالهم وكثير ضحكوني، يعني شي نهار بتطلع فين بس على الارتجال اللي عملوه. دونك هن الغنى تبعهم عم بيغذي المسرحيه، اكيد بالضبط شوي ايقاع هون ادابتاسيون هون، بس لا ما فيني اقول انه يعني وقت تروحي قدام جمهور مش معود يحضر مسرح بيطلع على بالك يمكن تعجبيه شوي اكثر تلقطي له انتباهه من اول مسرحيه، بس ما بفتكر حلعبها هاللعبه، بدي احترم الجمهور وبعرف انه هالمسرحيه عم توصل يعني حتى الطلاب اللي عمرهم 15 سنه، واحد في يفكر انه كيف شاب عمره 15 سنه عم بيقدر يلقط وجع مره فوق ال40 عم تحس انه راحت حياتها بين ايديها، لانه هي خافت
تخوض معارك معينة. الطلاب وين عم تشوفون عم بيجوا عم بيكون في يعني عم بيجوا مع الأساتذة لأنه كمان للمدارس في طلب من المدارس كمان أنه طلابهم يتعلموا يتعودوا يروحوا على المسرح خاصة إذا في نص يعني ما عندي شدة حيا الله مسرح بس أقل شعبي وقتها يعني وأكثر شوي فيه فكر وعمق وقتها في نص مكتوب أخذ كثير وقت يعني لا يعني في ابعاد كثيره وعم بقول لك انه بتفاجئ انه الشباب حتى كلهم لانه حسوا بهالشيء حتى لو جيلهم لا بس شافوا حدا بعائلتهم حامل هالعبء حتى لو الاجيال الجديده بطلوا كثير حاملين قد جيلي انا مثلا بس بحسوا والمسرح مثل القراءه بتعطي امباتي يعني واحد بيصير يحس مع الثاني يعني افكت بتفتح ما هيك كني على القراءه امبارح كنا بعدنا عم نحكي قراءه قديش بيقروا بعد او ما بيقروا يعني هون الجدل لحاله ليه عم تضحك على القراءه معه لا بيسالوني اذا المطالعه هي هوايه انا بالنسبه لي هي واجب لكل عربي يعني نحن نسيناها كليا واجب يعني. ايه صح يعني واجب. وجود الكتاب والمسرح يعني هالامور يلي كبرنا عليها واللي هالقد بتوصل افكار بتوصل مشاعر عم نفتقدها صرنا بنقرا حتى اذا في ارتيكل هالقد بنقرا دياجونال مامت ما بيقولوا انه من سطر لسطر بتفزي بس تعرفي شو في معلومه في ايه اما لا وهيدي القصه انا حبيت خبريه انه مش انتم عم تروحوا على المدارس عم بيجوا لعندكم يعني كانوا قبل انه اذا في مسرحيه تجي على المدرسه حتى الاولاد يقدروا يحضروها او هيك اوكي انتريسون الموضوع هو قصه لوجيستيك ما هيك المدرسه لازم يكون عندها مسرح لا بس انا حاسه انه ظاهره يعني بالنتيجه عم نشدد وانتم هدفكم انه المسرحيه تبقى وتستمر وتوصل على كل وتعتبريها ظاهره مثل ما عم بتقولي انه واحد يشدد على هالنقطه يطلع عاده الواحد كثير بيستخف بالشباب وبالاطفال وبالكل انه ديعان انه ما عندنا مسرح اطفال ذو نوعيه يعني كثير بشوف في فقر بالمسرح الاطفال وما في مسرح للمراهقين هذا الشيء باوروبا موجود مسرح للمراهق بيجينا مسرحيات من برا بتعتبر للراشدين بس انا بشوفهم للمراهقين يعني في فقر وما بحب استخف بالجمهور اللي عم بيصير انه اساتذه الادب واساتذه المسرح هالتنين بيطرقوا صحبه بعضهم وبيقرروا يناضلوا لتلاميذهم دونك ايه بطريقه مستقله بيعرضوا لتلاميذهم يظهروا سوا كلهم سوا دونك هي مظبوط ظهره حلوه بين اصحاب خلينا بس من ميله ثانيه وقتها يطلعوا منا عن جد عيون الطلاب بيكتبروا بحس انه عم بيقولوا لي انه عايشوا شيء حلو خلينا نختم معك نرجع نذكر بس بشكل كثير سريع امتين وكيف وليش المسرحيه بيقدروا يتابعوها المسرحيه راح تكون اول عرض لها ببيروت ب 31 شهر بتياترو فيردان بعدين من اول اسابيع بشهر الجاي اللي هو تشرين الثاني نوفمبر بمسرح بيريت يلي هو بجامعه القديس يوسف حد المتحف وهالويكند بصغرتها صحيح طالعين بصغر على صغرتها يومين على صغرتها وهذا نسينا نقوله لكن نشدد على هالموضوع على صغرتها اكيد ان الله يراد هيدي يعني اول خطوه حتى تكونوا برات العاصمه وتقدروا تقدموا بعدنا رحنا على حمينا مصبح طرابلس في بيبلوس صور صايدة وبعد رح نبرم لكن اهلا وسهلا فيكم واكيد بالتوفيق خليكم معنا مشاهدينا بريك ونرجع نتابع